وفيها: مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، واشنطن تضع 39 كيانا وشخصا في لائحة العقوبات، على رأسهم الأسد وزوجته. وتأكيد أمريكي أن العقوبات لا تستثني أحدا من الداعمين، فأي انعكاسات للقانون على حياة السوريين؟ وفد تركي وزاري رفيع يزور طرابلس في ليبيا، ودولة قطر تدين بشدة وجود مقابر جماعية بترهونة وتدعو لفتح تحقيق. فما دلالات الزيارة التركية في ضوء الإعداد لعملية سرت؟ وفي موضوعنا المغاربي: بسبب وباء كورونا صحف الجزائر تستشرف الدخول في عصر الصحافة الرقمية، أي استعداد وأي جاهزية لهذا النوع من التحديات؟ وفي جولتنا في وسائل التواصل: أربعة مواضيع يحظر الحديث عنها على المنصات في مصر، فما هي؟ فرضت إذن الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على النظام السوري شملت الأسد وزوجته وعشرات الأشخاص المرتبطين بالنظام مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستدرج عشرات الكيانات والشخصيات من النظام السوري في إطار العقوبات، من ضمنهم بشار الأسد وزوجته. بومبيو وفي سلسلة تغريدات على تويتر أكد أيضا أن المزيد من العقوبات سيتوالى حتى يوقف الأسد ونظامه ما وصفها بالحرب الوحشية، ويوافق على حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. بدوره قال كريستيان جيمس المتحدث الإعلامي باسم الخارجية الأمريكية في بريطانيا خلال مقابلة أجريتها معه، إن لروسيا وإيران دورا خبيثا في سوريا. وأضاف أن العقوبات الأمريكية وفق قانون قيصر ستشمل كل الدول التي تتعامل مع النظام السوري. الوزير بومبيو ووزارة الخارجية الأمريكية كانت واضحة جدا فيما يخص هذا القانون، فهذا القانون يشمل الجميع، يشمل الكل أينما كان في العالم. بالتأكيد روسيا وإيران لهم دور خبيث جدا في سوريا، فهذا قانون مهم جدا لإنهاء هذه الحرب. وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة بالتأكيد سوف نفرض المزيد من العقوبات على الكيانات وعلى الأشخاص. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة إذن على 39 شخصا وكيانا سوريا بهدف حرمان النظام من مصادر التمويل. وأوضح بيان للخارجية أن العقوبات الجديدة بداية لحملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من الدعم الذي يحتاج إليه لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري. وذكرت الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة ستتم بالتنسيق مع الدول الأوروبية لضمان استهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع في سوريا. ويهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للنظام الأسد، لكن آثار قانون قيصر بدأت تثقل كاهل المواطن السوري بالدرجة الأولى مع استمرار انهيار القيمة الشرائية لليرة السورية. قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ. انهيار سريع تشهده الليرة السورية وواقع معاشي يزداد سوءا. شو تركي والله اليوم؟ حاليا 380 420 بدنا 50، شو هذا بتسوي؟ يعمل محمد على دراجته النارية في نقل المواطنين بالأجرة. قد لا يصل مجموع ما يعمل به بعد يوم طويل وشاق إلى 3000 ليرة سورية. أصبحت تعادل دولارا أمريكيا واحدا. بات عاجزا عن سد رمق عائلته من أبسط احتياجاتها. والله كنت طالع 2500 3000 باليوم،
كنا بطالع غدا عشاء بنتعشى. يلا ال 2500 3000 ما بسوي الدولار واحد، يعني يا دوب احط الخبز عم بطلع. اصحاب المحال التجاريه ايضا يشتكون من انهيار الليره التي تسببت بشلل شبه تام في الاسواق، ويفضلون البيع باي عمله اخرى الا السوريه. هي مرحله جديده من الحرب إذن تدخل حيز التنفيذ. لا تختلف حيثياتها هذه المرة سوى أنها ستشمل جميع السوريين في مناطق المعارضة والنظام. على خلفية الأوضاع المأساوية في البلاد، يحاول النظام السوري إخفاء حقيقة ما يمر به من أزمة خانقة عبر وسائل إعلامه، لكن التدهور الاقتصادي حسب المراقبين بات واقعا يهدد كيانه أكثر مما فعلت سنوات الحرب الطويلة. طبعا الحرب الاقتصادية هي أقسى على النظام، وممكن تسبب انهيار عسكري وممكن تسبب انهيار سياسي، وستشهد المنطقة في الأيام القادمة مفاجآت سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري. قانون قيصر الأمريكي يستهدف أركان نظام الأسد وداعميه ومموليه، لكن الثمن سيدفعه السوريون الذين يعيشون بين مقصلة نظام يقتلهم وسندان انهيار عملة ستطال آثارها مناحي الحياة كلها. قحطان مصطفى، العربي، سوريا، شمال حلب. عائلات الضحايا من السوريين الذين صور الضابط المنشق قيصر جثامينهم ينتظرون تحقيق العدالة ومعرفة حقيقة ما جرى لأبنائهم. المزيد في تقرير مراسلتنا إلاف ياسين. صور هي المشهد الأخير من حياة أصحابها، لا مودعين ولا بكاء لمحبين، مجرد جثث هزيلة لمعذبين، ملقاة بلا روح، مدفونة في إطار صورة. شو هذا العذاب اللي قتل إنسان؟ شو هذا الضرب؟ شو هذا يعني شو كمية الألم اللي تعرضوا له؟ شو كمية العذاب اللي تعرض له حتى فقد حياته؟ 55,000 صورة مسربة ل11,000 قتيل قضوا تحت التعذيب في أقبية سجون النظام الأسد. لكل قتيل منهم حكاية وعائلة. 6 آذار 2015 لقينا الصورة. لا يعلم وليد لماذا اعتقل أخواه بشار وأسامة، أو كيف انتهى الحال ببشار بين صور قيصر المسربة، أو ماذا كانت كلماته الأخيرة. جل ما يعرفه أنه كان متطوعا إغاثيا حين اختطفته قوات الأمن السوري. إذا بقول لك إنه نحن كان عندنا جرأة إنه نفتحهم بكون كذاب. بس طبعاً أنا ما فيني أجي أقول لك أنا إنه لقيت أخوك مقتول، وهي لقيت صورة أخونا، لأنه نحن أساساً كنا مو بس أخوي، يعني رفقات، نحن 2 شباب. وكان فقدان يعني 2 منا كان شيء صعب كثير. ضاع الكلام بين دموع وليد. وهو يسترجع اللحظات التي وجد فيها صورة جثة أخيه الصغير بين صور قيصر. جاءت لماما بشار استشهد. عم تحكي ابني؟ لا. إذا كان عم يتغري صارت تمشي. تقول له حول بلق، تقول له بالله. كان صعب كثير. قانون قيصر للعقوبات الأمريكية على النظام السوري أعاد الأمل لآلاف العائلات بعودة العدالة ولو بعد حين. فهو المفروض اللي يتقدموا إذا انقتلوا للمحاكمات، وإذا هلا ما تقدموا بده يتقدموا بعد شهر أو بعد سنة. يعني العدالة بدها تجي، مستحيل. قديش بده يضل المجرمين عم يتخبوا؟ لكن أنا بظن اليوم قانون سيزر هو بداية لتحقيق العدالة. يعني هو الخطوة الأولى لمحاسبة هدول، لأنه من شروطه بقول إنه إذا قدمت هدول القتلة إنه بترفع العقوبات يعني ببساطة. إلاف ياسين، العربي، الريحانية. معنا من باريس عبر سكايب الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو. أستاذ ميشيل، الآن وقد بدأ تطبيق قانون قيصر، ما الآثار التي تتوقع أن يتركها على نظام الأسد سياسيا واقتصاديا؟ سيدي العزيز، القصد الحقيقي من القانون هو إرغامه كما قيل أكثر من مرة على تطبيق القرار الدولي رقم 2254 الذي وافق عليه يوم 18 كانون أول عام 2015 ورفض أن ينفذه طيلة السنوات الخمسة الماضية. وفي بنود هذا القانون بند
يطالب بفتح كل المعابر وكل الطرق الضرورية لإيصال مواد غذائية للسوريين. هذا إذن ليس موجها للسوريين. بند يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، هذا أيضا ليس موجها ضد الشعب السوري. بند يطالب بتفتيش سجون النظام وبالبحث عن الذين تم إخفاؤهم أو اختفوا أو زوبوا أو حرقوا إلى آخره، أيضا هذا. وقف القصف، هذا أيضا لمصلحة الشعب السوري. فهناك من يرى اليوم أو من يقول اليوم، هناك صوت خافت يقول اليوم أن العقوبات ستطال الشعب السوري الذي عانى الأمرين ويكفيه من العقاب ما ناله وكل ذلك. لا شك في أن شيئا من الصعوبات سيصل إلى الشعب السوري، شيء من العقوبات سيصل إلى الشعب السوري، لكن من سيوصله إلى الشعب السوري هو الجهة التي رفضت أن تطبق القرار 2254 الذي وافقت عليه هي وروسيا. نعم. واستمرت في قصف السوريين وفي محاصرتهم. طيب. وفي تجويعهم وفي قتلهم، وآخر مظاهر الرعاية التي أولتها لهم حرق 25 ألف دنم أراضي مزروعة قمح في محافظات. نعم. دور ودرعة والسوريين. طيب أستاذ ميشيل، كيف ستتوقع أن يتعامل النظام؟ يعني أنت كما تعرف النظام جيدا وخبرته طويلا، هل ستهاجم الكوابيس بشار الأسد بسبب قانون قيصر؟ هل قطع هذا القانون الطريق على أي إعادة تأهيل للأسد حرصت روسيا دائما عليها؟ سيدي العزيز، هناك في القانون بند يمنع إعادة العلاقات مع النظام على أي كان، ويهدد بفرض عقوبات على كل من يطبع علاقاته مع النظام في أي وقت كان. أنا بعتقد أنه هذا القانون بأهدافه السياسية ووسائله الاقتصادية سيشكل حالة استثنائية من الضغط، ليس فقط على النظام وإنما على الجهات التي تغذي، إن كان روسيا إلا إيران إلا المجموعات الهائلة من الشبيحة الذين انتشروا في كل مكان في البلاد ونصبوا حواجز وأسروا من وراء فقر الشعب وتجويعه وإذلاله وإنهاكه واعتقاله وإلى آخره. أنا حكالي أحدهم، معلش بنص دقيقة، حكالي أحدهم مرة كان مارن على الحاجز بسيارته، فيقول له الضابط هذه السيارة مصادرة لأنها كانت إرهابي، قال له هذه سيارتي، قال له أنزل المصادرة أو تعطيني 10,000. هي واحدة من الأمثلة. طيب. من مئات آلاف إذا ما ملايين الأمثلة. طيب أستاذ ميشيل، نعم، سياسيا هل تتوقع أن يفتح هذا القرار أو بدأ تطبيق هذا القرار الباب لاتصالات روسية أمريكية ربما لإيجاد صيغة ما للحل في سوريا، لأن كثيرين يتوقعون ذلك؟ فتحها وانتهى الأمر. سيدي، فتحها منذ 5 أيام، قال الروس بتصريح رسمي أنهم مستعدون لاستعادة فتح باب الحوار الدبلوماسي من جديد حول الوضع في سوريا، وهناك اتصالات روسية أمريكية أظن أنها قطعت صوتا لا بأس به حول التفاهم، على التفاهم حول ما الحل في سوريا. المشكلة الحقيقية التي ستقصم ظهر الوضع الحالي للنظام هي التالية: أوراق الحل السياسي ليست بيد روسيا، وليس من مصلحة روسيا أن تكون في بلد مدمر لا تستطيع أن تستفيد منه شيئا حتى لو كان لها قواعد فيه، سيكون عبء كبير عليها. والأمريكيون متراخون إلى أبعد حد فيما يتصل بالوجود الروسي بسوريا، يوافقون على استمرار الوجود الروسي بسوريا. لماذا يتمسك الروس بهذه الحالة ببشار الأسد ويعرضون أنفسهم لعقوبات من أجله وهم يعلمون أن نظامه فقد كل وظائفه؟ طيب. التي تجعل منه نظام شرعي ورسمي. أستاذ ميشيل كيلو، هل تتوقع إذن والحالة هذه أن يكون بشار الأسد أن يدفع هو ثمن قانون قيصر ويخرج أخيرا من البلاد أم لا؟ بعتقد أنه لن يكون لديه خيارات كثيرة، إما أن يخرج بهذه الطريقة التي ستعبر عن نفسه من خلال تفاهم دولي، أو أن أحداً من أصحابه سيخرجه ولكن بطريقته. شكراً جزيلاً، الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو في باريس. ننتقل الآن إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي مع بدر سليم. أيضاً قانون قيصر هيمن على الاهتمامات. بدر مرحباً. نعم، شكراً لك وائل.
دخلت العقوبات الأمريكية المعروفة بقانون قيصر حيز التنفيذ بحق الأسد وزوجته أسماء، بالإضافة لعشرات الشخصيات المتنفذة في النظام السوري بسبب ما تقول واشنطن إنها جرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين. العقوبات تشمل أيضا كل من يوفر دعما ماليا أو لوجستيا أو خدمات لأذرع النظام من البنك المركزي وأجهزة الأمن والاستخبارات والقوات المسلحة إلى قطاع الطاقة والمنتجات البترولية والبنية التحتية. كما يستهدف قانون قيصر كيانات أجنبية ودولا داعمة للأسد بما فيهما الحكومتان الإيرانية والروسية. ولتعليق العقوبات يشترط قانون قيصر توقف النظام السوري وداعميه عن استهداف المدنيين والمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية والأسواق والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. هذه العقوبات تأتي في وقت تتهاوى فيه الليرة السورية لمعدلات غير مسبوقة، وأصبحت العقوبات حديث الساعة على وسائل التواصل. نبدأ أولا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال مهددا المزيد من العقوبات ستفرض على الأسد ونظامه حتى يتخذ قرارا بوقف حربه الوحشية ويوافق على حل سياسي يستند إلى قرار مجلس الأمن 2254. وفي خلاف مع بومبيو هناك من اعتبر أن العقوبات غير المسبوقة ستلحق الضرر الأكبر بملايين السوريين. نأخذ مثلا دانيال بورك الذي مرشح مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقول هذه العقوبات بمثابة عملية قتل جماعي، يجب على الأمريكيين أن يقاتلوا لإلغاء هذا القانون على الفور. أما وليد البني فتساءل عن فعالية العقوبات في إجبار الأسد على قبول حل سياسي، وقال الأمر يتعلق بالأذى الذي سيلحقه القانون بالاقتصاد الروسي والإيراني، الجهتان القادرتان على جر الأسد من أذنه إلى القبول بذلك. ورغم الترحيب بإجراءات حماية المدنيين السوريين استنكر كثيرون تأخر هذه العقوبات. فمثلا يقول سعد أبو الحزم صح النوم، بعد 10 سنوات من القتل والتهجير والاعتقالات نظام الأسد يجب محاكمته كمجرمي حرب فلم يمر مثله على البشرية. في مقابل ذلك شكك فيصل العامر بدوافع واشنطن وقال أمريكا حامية إسرائيل رغم جرائمها تذرف دموع التماسيح على السوريين. نعود إليك وائل، يبدو أن هذا القانون يعني هناك من يؤيده وهناك من يعارضه. نعم أيضاً. والجدل سيستمر. نعم. شكرا لك. شكرا. بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج مع وفد تركي رفيع يترأسه وزير الخارجية مولود شاوشأوغلو سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. تأتي الزيارة وسط أنباء عن سعي أنقرة لتعزيز تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق من خلال نشر قوات في قاعدة الوطية الجوية غربية البلاد وفي قاعدة مصراتة البحرية. طموح تركي يلوح في الأفق الليبي. وفد رفيع برئاسة وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو يزور العاصمة طرابلس للقاء قيادات حكومة الوفاق الوطني ويمضي في تثبيت أقدام أنقرة على الأرض الليبية. رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بحث مع الوفد التركي سبل توطيد التعاون بين البلدين. تنسيق خطط أساسياته مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في شهر نوفمبر الماضي والتي تلاها بأسابيع قليلة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نشر قوات بلاده في ليبيا. ويبدو أن أنقرة تتجه لترسيخ وجودها على الخارطة الليبية أكثر وسط أنباء عن عزمها إرسال قوات إلى قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية. بينما تنشغل تركيا بتوسيع نفوذها في ليبيا فرنسا تجدد اتهاماتها لها بالعدوانية والتعرض لإحدى سفنها في المتوسط بشكل غير مبرر. توتر دفع بوزراء الدفاع في حلف الشمال الأطلسي لمناقشته في اجتماعهم الافتراضي بإلحاح فرنسي.
مع استمرار حشد حكومة الوفاق لمعركة سرت واقترابها من السيطرة على غربي البلاد الذي يمثل ثلثي الانتاج النفطي الليبي، تزيد المخاوف الفرنسية من تهديد امتيازاتها النفطية والعسكرية التي سعى حفتر وقواته لحمايتها. تنامي الوجود العسكري التركي في ليبيا يعيد حسابات ليس أطراف النزاع فقط بل القوى الدولية الداعمة لها. باريس تريد إبعاد ليبيا عن العباءة التركية، وأنقرة تريد ضمان نفوذها دون محاصصة روسية أو فرنسية، ما يجعل من معركة سرت المرتقبة نقطة تحول في النزاع الليبي ومآلاته. من جانبها أعربت دولة قطر عن استنكارها وإدانتها الشديدين لوجود مقابر جماعية في مدينة ترهونة بليبيا، وحذرت الخارجية القطرية في بيان المجتمع الدولي من غض الطرف عما سمتها جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، مؤكدة أن التساهل مع من وصفتهم بمجرمي الحرب قاد إلى ارتكاب مجازر ضد الأبرياء والمدنيين العزل. وضمت دولة قطر صوتها إلى الدول التي تنادي بفتح تحقيق مستقل ونزيه يضمن محاسبة المجرمين ورد الاعتبار لأسر المتوفي. معنا من اسطنبول الكاتب بكير أتاجان. سيد أتاجان، ما الرسالة التي أرادت تركيا إيصالها عبر هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى طرابلس؟ مساء الخير، تحياتي لكم. أولا طبيعي تركيا منذ فترة طويلة يعني كانت هناك تبادل في الزيارات والتبادل في الآراء والاتفاقيات التي وقعت في المرحلة الأخيرة، ولكن هذه الزيارة كانت لها أهمية خاصة لأن كانت تريد أن تعطي للشعب الليبي وللدول الداعمة للشعب الليبي وأيضا للدول التي هي ضد الشعب الليبي والتي تريد تقسيم ليبيا إلى دويلات وأيضا يعني استمرار القتل والإرهاب في داخل ليبيا. لذلك كانت رسالة واضحة بأن تركيا إلى جانب الشعب الليبي شعبا وحكومة. نجد بأن أربع يعني وزيرين، وزير الخارجية ووزير الخزانة وأيضا رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان وأيضا الناطق وأيضا الناطق. هل تريد تركيا سيد أتاجان من حكومة الوفاق أن تبقي على تجميد المعركة في مدينة سرت أم لا، قد تدفع باتجاه البدء فيها ربما؟ لا، تركيا كانت وما زالت إلى جانب وقف إطلاق النار، ولكن هذا وقف إطلاق النار وحل الملف الليبي سلميا، إعطاء السياسة فرصة رسائل نعم إعطاء السياسة فرصة أخرى عفوا نعم، ولكن هناك اعتراض على من؟ على رئيس الميليشيات حفتر، فهي على استعداد بالجلوس مع أو أقصد تركيا وحتى حكومة الوفاق استعداد بالجلوس إلى أي طرف آخر، ولكن لن تكون هذا الطرف الآخر تحت رئاسة حفتر، ممكن يكون عقيلة صالح، ممكن يكون أي شخص آخر الذين هم منتخبون من طرف الشعب الليبي كما هي يعني حكومة الوفاق سيد سراج والمسؤولين الذين معه، يعني للجلوس على حوار لحل المسألة الليبية، لأن ليست من الأمر السهل استمرار القتل والاقتتال بالنسبة لتركيا أيضا مهمة جدا، ولكن أعطاء في نفس الوقت بأن حكومة الوفاق قوية وداعموها ما زالوا جنبا إلى جنب معها في حال أصرت الدول وعلى رأسها فرنسا ومصر والإمارات والسعودية التي تريد استمرار الحرب وتريد قتل. أتيت على ذكر فرنسا سيد أتاجان، كانت هناك بيانات شديدة اللهجة اليوم من فرنسا ضد تركيا واتهمتها بتصعيد الأوضاع في ليبيا وبخرق حظر الأسلحة الدولي على ليبيا، كيف تفسرون هذا الموقف الفرنسي وكيف سترد تركيا عليه؟ يعني للأسف الشديد فرنسا ذو الوجهين، يعني في مثل بالعربي بيقول ضربني بكى سبقني واشتكى،
واضح جدا أن فرنسا ما زالت هي الداعمة الأساسية سياسيا وعسكريا لحفتر وميليشياته، ليست الآن، كانت وما زالت مستمرة، ولكن تتهم تركيا بأنها داعمة. تركيا واضحة جدا هي إلى جانب حكومة الوفاق التي معترف عليها دوليا وأمميا، نعم، واتفاقات مكشوفة وليست سرية، بينما فرنسا للأسف الشديد وبعض الدول التي معها تدعم القتل والإرهاب وحتى التقسيم التي تسعى إليها دول عديدة بالنسبة لليبيا. شكرا. لماذا؟ لسرقة خيرات البلد واستثمارها لخدمة مصالح فقط. ولذلك نجد بأن هناك وزير الخارجية الإيطالي سوف يزور يوم كان من المتوقع أن يكون اليوم، ولكن تأجلت للسبب التي قامت بها المسؤول التركي، يعني وزير الخارجية ومعه هذا الوقت الرفيع المستوى تماماً، لكي نعم يعطي نعم أمام الدول وخاصة بالنسبة لمؤتمر برلين ومؤتمر موسكو وحتى الأمم المتحدة التي شكرا لك. وصلت الفكرة وانتهى الوقت بكير أتشان كيستابول، شكرا جزيلا. بناء على قرارات الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم المخلب النمر في منطقة هفاتنين شمالي العراق ضد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني. وقالت الوزارة إن قوات خاصة تركية قامت بعملية إنزال بري بعد قصف جوي ومدفعي دمر أكثر من 150 هدفا. عملية عسكرية تركية جديدة في الشمال العراقي حملت هذه المرة اسم المخلب الصقر. وزارة الدفاع التركية تحدثت عن تدمير أكثر من 150 هدفا تابعا لتنظيم حزب العمال الكردستاني في منطقة هفتانين. وزير الدفاع برفقة قادة الجيش أداروا العملية من مركز تابع للقوات الجوية في العاصمة أنقرة. رسائل بثها الوزير إلى القوات الخاصة التي شاركت في الإنزال على الأرض. نؤمن بأن قوات الكوماندوس التركية ستسطر الملاحم في تلك الجبال مرة أخرى. أود التأكيد أن ما تقومون به مهم للغاية لأمن حدودنا ودولتنا وأمتنا وشعبنا. العملية هذه هي الثانية من نوعها بعد عملية مخلب النسر، حيث استهدف الجيش التركي خلال العمليتين مناطق هفتانين وسنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشن باسيان وهاكورك. على الرغم من احتجاج بغداد، تقول أنقرة إن عملياتها العسكرية على الأراضي العراقية تأتي ردا على هجمات يشنها عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني انطلاقا من جبال قنديل، وتستهدف المخافر التركية الحدودية، وأنها ماضية قدما في مكافحة التنظيم المدرج على قوائم الإرهاب الدولية. ظلت معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني حجر عثرة في العلاقة بين أنقرة وبغداد، علاقة شابه كثير من الخلافات على مدى عقود، فشل الطرفان خلالها من وضع حد لنشاط التنظيم في تلك المنطقة. عدنان جان، العربي، أنقرة. نفى حزب العمال الكردستاني حصول توغل عسكري تركي في الأراضي العراقية، ووصف عمليات الجيش التركي بأنها إنزال جوي لقوة من الكوماندوز على مناطق شمالي محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق. الصواريخ لم تعد كافية، أنقرة ترسل وحداتها الخاصة وفي هجوم عاصف شمالي العراق لتحييد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب. إنزال جوي غير متوقع ينقل المعركة إلى مقرات الحزب. مسؤولون محليون كشفوا إن الوحدات الخاصة التركية توقفت عند عمق 3 كيلومترات داخل أراضي العراق في منطقة حفتانين، مشتبكة مع وحدات العمال المتمركزة في تلك المنطقة. مسلحو الحزب أعاد انتشارهم في أودية وسفوح جبال منطقة باتيفا التي تقع فيها تلك المرتفعات الوعرة، استعدادا لجولة جديدة من القتال مع الجيش التركي. مصادر مقربة من حزب العمال قالت إن الجيش التركي لم يستطع تخطي دفاعات الحزب الأرضية فلجأ لعملية الإنزال، وفيما يستمر القتال على الأراضي العراقية ألقى قادة سياسيون أكراد بالكرة في
في ملعب الحكومة الاتحادية لاختيار رد مناسب. ندعو حكومة إقليم كردستان وندعو حكومة الاتحادية أيضا أن تقوم بمهامها وفق الدستور العراقي بقطع الطريق أمام أي جهة كانت، سواء كانت إيران أو تركيا أو دولة أخرى، بعدم انتهاك وخرق السيادة العراقية. وهو ما قد يعني بيان استنكار آخر تصدره الحكومة العراقية تنديدا باختراق تركيا لسيادة البلاد. رافق الإنزال التركي على الأراضي العراقية قصف مكثف للمدفعية الإيرانية استهدف مقر الأحزاب الكردية المعارضة لطهران، ما عده مراقبون هنا تنسيقا بين الدولتين لتطويق معارضيهم في جبال العراق. حازم الشرع، العربي، أربيل. والساعة الأخيرة متواصلة مشاهدينا، وفيها بعد قليل: بسبب وباء كورونا الصحافة الجزائرية تستشرف عصر الإعلام الرقمي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، إليكم الآن تذكيرا بعناوين الساعة الأخيرة. واشنطن تضع 39 كيانا وشخصا في لائحة العقوبات على رأسهم بشار الأسد وزوجته مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ. وفد تركي وزاري رفيع يزور طرابلس في ليبيا، ودولة قطر تدين بشدة وجود مقابر جماعية بترهونة وتدعو لفتح تحقيق. الآن إلى فقرتنا المغاربية مع رويدة. شكرا لك وائل. أهلا بكم. أكد وزير الاتصال في الجزائر أن انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمية أصبح ضرورة حتمية لمواكبة تطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع. هذا التصريح أثار جدلا واسعا بين الصحفيين، خاصة أن بعضهم يؤكد أن معوقات عديدة ما تزال تواجه الصحافة الإلكترونية. واحدة من أكثر الجرائد طباعة في البلاد، الشروق اليومي، وهكذا تبدو قاعة تحريرها. تضاءلت أعداد النسخ المطبوعة من الجريدة. تفشي فيروس كورونا فرض شروطه، بات من الضروري بمكان الانتقال إلى الإعلام الرقمي. هذا ما صرح به وزير الاتصال عمار بالحيمر. يفترض من الحكومة أنها تلتفت قبلا إلى التأسيس أو إرساء القواعد القانونية أو النصوص القانونية التي تحكم هذا القطاع، وبعدها نتحدث على كيفية الانتقال. الانتقال الحتمي إلى العالم الرقمي يعيد إلى الذهن زمنا كان الورق فيه سيد الموقف وناقل الخبر. تبدأ من هنا آلة لعمل مرهق ومكلف. تصل الجريدة بهذا الشكل، تنسخ هنا، تشكل آليا هكذا، ثم تطبع بالورق والحبر لتظهر بشكلها النهائي. فريق عمل كبير وفريق توزيع أكبر، فما مصير هذه العملية؟ وهل الجرائد وقراؤها مستعدون لمثل هذا التغيير؟ سيكون تأثير كبير كبير جدا، بداية طبعا بعملية تصميم الصحيفة، ثم طبعها، ثم توزيعها. كل هذه الشبكة ستزول. يقول خبراء العالم الرقمي إن الانتقال في الوقت الحالي قد يكون صعبا. سرعة تدفق الانترنت ضعيفة جدا، هذا الأمر سوف يحول من أجل التقدم نحو تقديم خدمات ذو نوعية وذو جودة في مجال الصحافة الرقمية، خصوصا وأن الصحافة الرقمية اليوم تطورت كثيرا. من الرموز والأختام إلى زمن الورق، استغرقت البشرية 5000 عام أو أكثر، وعلى هذا الميراث الكبير أن يسلم الراية اليوم إلى الطباعة الرقمية. الانتقال من الإعلام الورقي إلى الإعلام الرقمي قد يكون ضرورة يقتضيها العصر، لكن هذا الانتقال يتطلب آليات ومتطلبات قد تؤخر وترهن هذا المشروع إلى حين توفر البنية التحتية لتطويره. جهيدة رمضاني، العربي، الجزائر.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر نور الدين ختال الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك أستاذ ختال. يعني فيروس كورونا فرض شروطه على كل القطاعات ويبدو أنه حان دور القطاع الصحفي. برأيك هل المشهد الصحفي في الجزائر جاهز للانتقال بهذا الشكل إلى الإعلام الرقمي؟ مرحبا سيدتي الكريمة، نرحب بكم ونرحب بالمشاهدين الأفاضل. بالنسبة لفيروس كورونا لم يأتي بجديد، فيروس كورونا سرع فقط عملية الانتقال من الورقي إلى الرقمي، لأن العملية كانت ستتم ممكن سنة 2020 ومن غير كورونا ممكن على أكثر تقدير سنة 2025، لكن بحكم أنه الآن فيروس كورونا تسبب في تراجع كل سحب كل الجرائد، تقريبا حاليا تم توقف سحب غالبية الجرائد، لكن هذا الأمر الذي حصل مع كورونا سنة 2020 كان سيكون نتيجة طبيعية سنة 2025. بالنسبة للجرائد يعني مثال ذكرتم جريدة الشروق كانت تسحب قبل 10 سنوات كانت تسحب حوالي 1,000,000 نسخة، حاليا ممكن أكثر جريدة تطبع في الجزائر ممكن لن تصل إلى 50,000 نسخة، يعني تخيلوا من 1,000,000 إلى 50,000 على أكثر تقدير، يعني ممكن من 10,000 إلى 20,000 نسخة، لهذا فالتحول تحول شيء طبيعي. طيب أستاذ ختال، لماذا إذن هناك بعض الأصوات المعارضة لهذه الخطوة تعتبر بأن الحكومة تتجاهل الواقع الكارثي للصحافة وأنها تعجل بهذه الخطوة لأنها لا تريد مزيد من المطالب بإصلاح هذا القطاع وليس لديها فعلا خطة أو استراتيجية واضحة للتطوير؟ بالنسبة للحكومة بغض النظر عن فيروس كورونا، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية وعد بإصلاح الصحافة. بعد انتخابه كرئيس جمهورية تقريبا في شهر يناير أو فبراير قبل انتشار فيروس كورونا كان هناك لقاء بين الصحافة وممثلي الإعلام الإلكتروني من أجل التحضير لقانون خاص بالإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية، لأنه لحد الآن العقبة الكبيرة الآن في القانون الجزائري أولا عدم وجود قانون ينظم الصحافة الإلكترونية، ثانيا أنه الصحافة الإلكترونية لا يمكنها أنه الإشهار العمومي لا يمنح إلى الصحافة الإلكترونية لحد الآن، لهذا فمع القانون الجديد سيمكن أن تتحول أن يتحول الإشهار العمومي من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة الإلكترونية، وقتها سنجد منافسة بطريقة أخرى مختلفة عن المنافسة السابقة. حتى بالرجوع إلى 10 سنوات قبل هذا أشهر أسبوعية في الجزائر والتي هي الخبر الأسبوعي، الشهر القادم يعني تحتفل إنجاز أن نقول أنها تحتفل بالذكرى 10 لإغلاقها، وكان نفس الشيء كان السبب هو سبب قلة الطبع لأنه كانت تطبع في مؤسسة الخبر والوطن، لهذا هذا قبل 10 سنوات وكانت أشهر أسبوعية في الجزائر، لهذا فالانتقال إلى العصر الرقمي أمر حتمي بوجود كورونا من غير كورونا سواء كانت هناك نية لدى الحكومة أو لم تكن نية لدى الحكومة، لأن القضية قضية عالمية وليست خاصة فقط بالجزائر. شكرا لك نور الدين ختال الكاتب الصحفي الجزائري، شكرا على المشاركة. الآن مشاهدينا عودة إلى وائل وإلى بقية الأخبار، تفضل وائل. شكرا رويدة. قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة توافقت على نحو 90% من المسائل الفنية المتعلقة بملء السد وتشغيله. وبصورة مجملة تم التوافق على معظم المسائل الفنية، يمكن أنا أقول إذا ما متفائل كثير ممكن أقول بين 90% إلى 95%، وهي المتعلقة بالملأ الأول في الظروف العادية، في السنين الجافة، في السنين الممتدة الجفاف، أيضا في التشغيل المستمر بعد ملأ سد النهضة، ولكن تبقت بعض النقاط الغليلة الفنية وفي رأيي يمكن التوافق حولها. لكن الوزير كشف عن خلافات في الجوانب القانونية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا ما استدعى طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث
للوصول إلى توافق سياسي بشأنها. كان هنالك تباين في وشاط في 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 مواقف الدول فيما يلي الجوانب القانونية. بعد اللجنة الفنية هنالك لجنة وزراء المياه من الدول الثلاثة، وبعد ذلك رؤساء الدول. آلية فض النزاعات تتباين في إنه ما هي آلية فض النزاعات بعد رؤساء الدول. اقترح السودان بالعودة للقيادة السياسية للتشاور حول النقاط العالقة بالذات في المسائل القانونية ومواصلة التفاوض بأسرع ما تيسر. وشكرا جزيلا. كشفت صحيفة إسرائيل اليوم المقربة من حزب الليكود اليميني عن مراحل تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية من خلال آلية تدريجية على أن يكون ضم المستوطنات أولا، وذلك على الرغم من خلافات مبدئية داخل إسرائيل وصمت من قبل الجانب الفلسطيني. يتصاعد منح الحراك السياسي الإسرائيلي يوما بعد يوم مع اقتراب موعد حدده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتنفيذ مخطط الضم. تسريبات لصحيفة إسرائيل اليوم المقربة من حزب الليكود الحاكم كشفت أن الضم آت لكن على مرحلتين، وأن هذا ما يدرسه جديا رئيس الحكومة الإسرائيلية في هذا المبنى. تصور أولي يضعه نتنياهو على الطاولة آخذا بالحسبان ردود فعل أوروبية وأمريكية وحتى عربية صديقة، تصور يرفضه شريكه في الحكم حزب أزرق أبيض، ويلتزم الفلسطينيون الصمت تجاهه. ارتفاع الأصوات بوجه الضم داخليا وخارجيا يقابله صمت فلسطيني مطبق وسط علامات استفهام حول ما يدور في أروقة السلطة الفلسطينية، خصوصا وأنها أبلغت وفق الصحيفة الإسرائيلية بالضم ومراحله. في علاقات بين إسرائيل والسلطة إلها أول ما لهاش آخر. أبو مازن عندما يقول أنا ضد التوطين، طيب ما عليك أن تفعل؟ ما عليك أن تفعل؟ نذهب إلى هيئة الأمم، نذهب إلى مجلس الأمن، نذهب إلى دول العالم ونقول لهم هذا إسرائيل كذا وكذا، ولكن فيش في إيدنا عمل شيء. ومقابل زخم التحركات الإسرائيلية تصريحات عربية خجولة ترفض الضم لغرض الرفض أمام شعوبها وفق مراقبين، وعلى المنوال ذاته هي مواقف الحكومات الأوروبية المتمسكة بالقوانين الدولية لتبقى السياسة الاستعمارية الإسرائيلية وحدها في الميدان. أمير خطيب التلفزيون العربي، القدس المحتلة. إسرائيل تسعى للضم وبعض العرب يسعون إلى مزيد من التطبيع معها، أليس كذلك بدر؟ نعم، قصتنا التالية عن التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني. تفضل. شكرا لك. بعد أيام من مقال السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة في صحيفة إسرائيلية، أتت رسالة تطبيع إماراتية جديدة. الحفاظ على خطوط مفتوحة مع إسرائيل، هذا ما دعا إليه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي السنوي للجنة اليهودية الأمريكية. دعونا نشاهد هذا الفيديو. خيار عدم التواصل مع إسرائيل أظهر أننا لن نصل إلى أي مكان. الخيار الثاني هو خلق منطقة استقرار ومنطقة نمو اقتصادية نكون كلنا أطرافا فيها. وأكد قرقاش خلال حديثه أيضا أن الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا ومجال التكنولوجيا، حتى مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين. ليرد عليه وزير العلوم الإسرائيلي يزهار نتسان شاي، إذا كنت ترغب في التعاون
فاعلم أن لديك شريكا في إسرائيل، وهذا ما نقلته وسائل إعلام عبرية. وكانت اللجنة اليهودية الأمريكية قد نشرت جدول أعمال المؤتمر وأشارت فيه إلى أن جرجاش سيلقي كلمة عن جهود الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والحوار ما بين الأديان، واعتبرت ذلك حوارا تاريخيا يجري بشكل علني. لكن ما قاله جرجاش أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نأخذ تغريدة لعلاء الدين حمدي الذي كتب: أنور جرجاش يؤكد استعداد بلده العمل والتعاون العلني مع إسرائيل. طيب، هل سألتم الشعب الإماراتي موافق أم لا؟ أم أن الشعب لا رأي له؟ سلطان الياسري قال في تغريدته: كل الدول لها الحرية في علاقاتها ومصالحها. وتساءل المغرد دكتور أزير الشنباري: لا أدري ما سبب تسارع دولة الإمارات بإقامة علاقات مع إسرائيل، ماذا تستفيد الإمارات من هذه العلاقة؟ ننتقل إلى القصة الثالثة من مصر. الوضع الراهن في ليبيا وسد النهضة الإثيوبي بالإضافة للعمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء وفيروس كورونا، أربعة مواضيع باتت محظورة من التداول في مصر خارج نطاق البيانات الرسمية من الجهات المختصة. هذا ما أعلن عنه بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الهيئة البديلة لوزارة الإعلام المصرية، مطالبا وسائل الإعلام المحلية ومستخدمي مواقع التواصل الالتزام بذلك. البيان لم يكتفي بالمطالبة بعدم تداول تلك المواضيع فقط، وإنما هدد أيضا بتوقيع أقصى العقوبات على من يخالف ذلك مع الإحالة للنائب العام، معللا ذلك بأن الإعلام والصحافة يشكلان الوعي العام ويمدانه بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع، لذا يجب عليهما أن يكونا في مقدمة الصفوف في هذه المرحلة الحساسة التي تتعلق بأمن البلاد القومي. البيان أثار موجة انتقادات وسخرية، لا سيما أن ما حضر تداوله يعد من أكثر الأخبار انتشارا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. فغرد مثلا محمد مسعود: يعني نموت سكيتي ولو ما تكلمناش في المية والمرض والأمن، نتكلم في إيه؟ ابتهال البدري كتبت: قائل الحوارات بين الناس حتقتصر على تبخين النهاردة واحتمال تعمل أزمة، علشان حنتكلم عن ارتفاع الأسعار والكهرباء وندخل في سياسة الدولة. أما عصام يونس فكتب على فيسبوك: قرار في محله وإحنا أحرار فيما نراه في صالح الأمن القومي للبلاد. وقال بشير غنجاتي، غرد أو كتب على فيسبوك: إنه زمن قمع الحريات والإعلام وإسكات كل صوت حر في مصر. نعود إليك وائل. يا له من زمن. شكرا بالفعل. شكرا. أعلنت السعودية أكثر من 4900 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلة بذلك أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن. وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات خلال 24 ساعة كان 39 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى ما يناهز 1100. أما البرازيل فقد سجلت رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد بعدد قارب 35 ألف إصابة. نعم، 35 ألف إصابة في يوم واحد في البرازيل. وقالت وزارة الصحة إنه تم أيضا تسجيل أكثر من 2200 وفاة بالفيروس، لترتفع بذلك حالات الوفاة في البلاد إلى أكثر من 45 ألفا. يأتي إعلان هذه الأرقام في اليوم نفسه الذي أعلن فيه كبار المسؤولين في الدولة أن الوباء بات تحت السيطرة. وكالعادة ننهي ساعتنا الأخيرة بكاريكاتير اليوم. تصبحون على خير.